تأتي زيارة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبد الرحيم عوض الطيب إلى مدينة مندلية حاضرة مقاطعة شاري بهدف تقصي الحقائق والتعرف عن قرب عن الأخبار التي نشرتها بعض من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور وباء تجاهلته الجهات المعنية وعدت إلى نفوق أكثر من 2000 جمل. وجرت المناسبة بحضور حاكم ولاية شاريبا جرمي غيانغ سواري وبعض من الإداريين بالوزارة، حيث تداخل فنيو الثروة الحيوانية بمقاطعة شاري مقدمين بعض التفاصيل والتوضيحات المتعلقة بعدم صحة الأخبار المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي. كما عبر بعض من الرعاة مؤكدين بأن هناك حالات استثنائية تمثلت في بعض الأعراض التي تصيب الماشية واستمرت لمدة 18 شهرا ونفوق القليل من الجمال بخلاف الأخبار التي نشرتها بعد من الصحف. ناس الهجو ده هم الناس صحفيين هجو صحفيين، كان هو انت صحفي وتهجي ده انت حقك من الخبر البنتوك ده وتهجبه، لكن ناس تجي لك فوتو من مكان اخر اس فوتو ده كان زو شافه بس الفوتو القاعد في اللي هذول كان صحفه بعرفه ما هيني هيني هسه حاليا فخريك ده كان كاس ما عنده جسم كان جينا ده فيه. هذا وقد طلب الوزير عبد الرحيم عوض الطيب من الرعاة احترام تعليمات وتوجيهات الاطباء البيطريين والاهتمام بتطعيم مواشيهم وعدم استخدام الادوية التقليدية التي تسبب في تفاقم الاوضاع وانتشار بعض من الامراض الفتاكة.